بث التلفزيون العربي تحقيقا ضمن برنامج شفرة تحت عنوان السيادة المنقوصة. الفيلم يحقق في مصير أراضٍ أردنية قامت الحكومة خلال معاهدة السلام عام 1994 بإعطاء حق التصرف والانتفاع فيها إلى الحكومة الإسرائيلية لمدة 25 عام تنتهي في شهر أكتوبر القادم. تحقيق صحفي ينفرد به التلفزيون العربي حول منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين اللتين منحهما الأردن لإسرائيل بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994. وبموجب الاتفاق منح المفاوض الأردني الإسرائيليين حق استخدام أراضي تلك المنطقتين مدة 25 عاما قابلة للتجديد إن لم يبدئ أحد الطرفين الرغبة في عدم التجديد، وهو ما يجب أن يقرره الأردن في أكتوبر 2018. ولكن ماذا قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي عن الباقورة وملكيتها؟ الباقورة أرض اشترتها شركة روتنبرغ أو عائلة روتنبرغ، اشتروها كانوا عاملين هناك محطة كهرباء وإلى آخره، فمسجلة باسمهم سنة 26. حرس الحدود الأردني منع فريق التلفزيون العربي من دخول الأرض المستعادة في الباقورة، لكنه دخل إليها بواسطة مزارع إسرائيلي شرح طبيعة المنطقة. إلى اليسار نرى نهر اليرموك في الأسفل والذي يصل بين حدود إسرائيل والأردن وسوريا ويتدفق هنا. خبراء إسرائيليون بيّنوا كيف عمل روتنبرغ على استغلال الأراضي الخاصة بمحطة الكهرباء في توزيعها على المستوطنين اليهود. وحول منطقة الغمر جنوب البحر الميت يعود عبد السلام المجالي ليؤكد أن الأرض أردنية خالصة. وبقرب حلول موعد تجديد الاتفاق الخاص بالغمر والباقورة لم تعلق الحكومة الأردنية عن الموضوع، فيما رفضت وزيرة الإعلام الأردنية طلبا من التلفزيون العربي للتعليق على الموضوع. حابين نستضيفك بالفيلم. ما عندنا إشي نحكي بصراحة، ما عندكم شيء تحكوا. يعني راح اعطيك شيء كل شيء صراحه، حتى ندرس وما نزال ندرس وصرنا على موقفنا بوقت عرفتي؟ يعني مش عارفه بدي يبين رواية الحكومه وكانها ضعيفه. هذا الصمت الاردني يزيد من علامات الاستفهام حول مصير اراضي الباقوره والغمر. ينضم الينا من عمان صالح العرموطي النائب في البرلمان الاردني، اهلا بك سيد صالح. يعني ما هو موقف الحكومة الأردنية خاصة وأن هذا الاتفاق بعد 5 أيام من الآن سيتجدد لمدة 25 عام والحكومة الأردنية يجب أن تبلغ الجانب الإسرائيلي قبل عام من هذا التاريخ كي تتجنب هذا التجديد؟ أشكرك أخي. ومن 26/10 الحقيقة لازم تقوم الحكومة الأردنية بإعلام العدو الصهيوني عن عدم رغبتها سند المادة 6 من ملحق الاتفاقية وادي عربة والغمر، كمان ليست فقط وادي عربة والغمر. وكما تعلم إذا لم يتم تجديدها أو إبلاغ فتعتبر تجدد حكما بحكم هذه الاتفاقية. والظاهر أنني قد أثرت هذا الموضوع ومجلس النواب أثرناه تحت القبة وقدمنا مذكرة خطية للحكومة السابقة والحكومة الحالية، وقد وجهت استجواب، حولت السؤال إلى استجواب بما يتعلق بوادي عربة والغمر. كما هل وصلك أي رد عن هذا الاستجواب وطلب المساءلة سيد صالح في البرلمان؟ الحكومة لم تجب، تصور من شهر 3 من هذا العام لغاية الآن لم تجب الحكومة على السؤال هل لديها الرغبة بإبلاغ العدو الصهيوني عدم رغبتها بالتجديد، لم تجب لغاية الآن. وبالتالي الأصل أن تستجيب لنداء مجلس النواب وموقفه ولأسئلة النواب. ما ورد على لسان رئيس الوزراء ليس دقيقا، هذه أرض أردنية تم احتلالها عام 1950 قبل بعد روتنبرغ، لأن روتنبرغ بالعام
1918 بعدين 1926 بعدين اللي ذكرته أنت قبل قليل بالتحليل إنه لا يجوز بالاتفاقية للتورنبرغ ولا لغيره أن يفوض أي قطعة أرض للعدو الصهيوني قبل أن يكون عدو صهيوني. نعم. وفي حالة تنازلوا عن هذه الأرض لتنازل عن 5000 دينم منها من أصل 6000 تعود حكما للدولة الأردنية، وهذه نزعت احتلت احتلال وبالتالي هي أرض أردنية يجب على الحكومة الأردنية كجانب سيادي وجانب قانوني ودستوري واستجابة لاتفاقية فيينا يجب إعادة هذه الأرض للسيادة سيد صالح. لكن ما تقوله أنت الآن أن الحكومة الأردنية تنازلت عن أرض أردنية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، عن أي جزء من التراث الأردن. نعم، ما تقوله أنت الآن أن الحكومة الأردنية تنازلت عن أراضي أردنية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. لا، هي لم تتنازل، هي حق تصرف فقط ثم تعاد، لأن الأصل أنها نزعت نزعا من الحكومة الأردنية أو من مالكيها، وبالتالي لا تمرق ولا غير يملك من الناحية الاتفاقية حتى بين إيدينا أن تكون له. كذلك الغمر، فهي أرض خصبة الآن يستغلوها، احتلت في 68 و1971 وهو يستعمل بالعكس احنا الباقور ويستعملها العدو الصهيوني لتزويد المياه والخضار والفواكه. بالعكس احنا عام 1950 تقدم مجلس النواب الى مجلس الامن بتقديم شكوى ضد العدو الصهيوني انه احتل الباقوره في 28/8 عام 1950، الا انه مجلس المجلس شكرا جزيلا لك، وصلت الفكره من عمان. اعتذر من وقف الوقت النائب في البرلمان الاردني صالح العرموطي.